بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة التدريبية المعنون لها بالبحث الإجرائي في الميدان التربوي. معكم الدكتورة مريم محمد الشهري، مشرفة تربوية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس. بداية أشكر للمكتبة الرقمية السعودية إتاحت الفرصة لي لتقديم هذه الدورة، والتي أرجو من الله عز وجل أن يجد فيها زملائي وزملاتي التربويين والتربويات كل نفع وفائدة. أخص بالشكر سعادة المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود الصلاحي، الله يعطيه العافية وجزاه الله خير على إتاحة هذه الفرصة، وكذلك الزملاء والزميلات في الدعم الفني على جميل تعاونهم معي. سنتناول في دورتنا هذا اليوم البحوث الإجرائية، حيث تعد البحوث الإجرائية أحد أساليب التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، ويهدف هذا النوع من البحوث العلمية إلى تحسين الممارسات التربوية في المدرسة وفي المجتمع المهني عموما، ووضع النتائج موضع التنفيذ. البحوث الإجرائية هي بحوث نوعية تطبيقية موجهة لحل مشكلات العمل، فهي بذلك تختلف عن البحوث الأخرى التي تحصى نتائج بعضها على الرفوف. البحوث الإجرائية أيضا هي من أهم أدوات التنمية المهنية، فهي تقدم فرصة للتعلم الذاتي وتحديد طرق التدريس الفاعلة، كما أنها تزيد من تحصيل التلاميذ وتعطي فرصة للمعلمين والمعلمات لتحسين ممارساتهم. هناك العديد من الدراسات التربوية التي أكدت على أهمية البحوث الإجرائية في تطوير الأداءات والممارسات العملية لشاغلي الوظائف التعليمية، فهي ليست محددة فقط للمعلمين والمعلمات، وإنما تشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين ومشرفات، قيادات في المنطقة التعليمية أو قيادات في المدارس، مرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات، رواد ورائدات النشاط، كل من له علاقة بالميدان التربوي يستطيع أن يستخدم البحث الإجرائي لتحسين مجال عمله أو ممارساته التعليمية. أكدت أيضا هذه الدراسات على ضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على منهجية البحث الإجرائي، مع التأكيد على أن تتصف هذه البرامج بالتطبيق العملي واستثمار النتائج في حل المشكلات التعليمية. وهذا ما نراه الحمد في السنتين الأخيرتين، أصبح هناك عدد من المناطق التعليمية في المملكة تنفذ برامج تدريبية لتدريب المعلمين والمعلمات على البحوث الإجرائية. فأيضا من الجميل أيضا نذكر في التمهيد لهذه الدورة أن البحوث الإجرائية تعد وعاء من أوعية مجتمعات التعلم المهني، والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز المدرسة المتعلمة، فهي وسيلة من وسائل المجتمعات التعلم المهني، هي وسيلة مهمة من وسائل رفع كفاءة الأداء المدرسي وزيادة فعاليته، أيضا تسهم في تحسين فرص التعلم المقدمة للطلبة، تعمل على تحقيق بيئة تعلمية داعمة ورضا وظيفي لمنسوبي المدرسة. هناك من ينظر لمجتمعات التعلم المهني بأنها الإطار الأكثر فعالية للتنمية المهنية في المدرسة، وبالنظر إلى آليات ممارسة مجتمعات التعلم المهنية نجد أنها تنطلق من عدة أوعية: التدريب المباشر، ورش العمل وحلقات النقاش، المؤتمرات والندوات التخصصية، التوأم المهنية، الشبكات المهنية، مجموعات التخصص، والبحوث الإجرائية. إذن البحوث الإجرائية تعد شكل من أشكال التنمية المهنية التي المعتمدة أو الرئيسية في تفعيل مجتمعات التعلم المهني، وهي ذات صلة مباشرة وداعمة للاحتياجات التعليمية للمعلمين والطلاب. بإذن الله فتتناول في دورتنا أو بداية نحدد هدف هذه الدورة العلمية
الهدف العام لهذه الدورة هو اكتساب المتدربين والمتدربات المهارات اللازمة لإعداد وتنفيذ البحوث الإجرائية كأسلوب من أساليب مجتمعات التعلم المهني. سنتناول بإذن الله في هذه الدورة عددا من المحاور، منها النشأة التاريخية للبحوث الإجرائية، مفهوم البحوث الإجرائية، أهمية البحوث الإجرائية في الميدان التربوي، أهداف البحوث الإجرائية وخصائصها. سنحاول أن نأتي تفريقا أو نفرق بين البحث الإجرائي والبحوث الأخرى. سنتكلم أيضا عن مجالات البحث الإجرائي ومستويات البحث الإجرائي وكيف أعد بحثا إجرائيا، وهذا قد يهم الكثير أن يتعرف على آليات إعداد بحث إجرائي، خطوات إعداد البحث الإجرائي، المهارات التي يجب أن يكتسبها حتى يستطيع أو يكون قادرا على إعداد بحث إجرائي. في البداية أحب أن أعرف أو أذكر النشأة التاريخية للبحوث الإجرائية. فهذه هذا النوع من البحوث ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك من قال أنها هي أن أول ظهور هذا النوع من البحوث كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يرى أنها كان في المملكة المتحدة. طبعا ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين في إطار حركة تعرف بحركة تحسين المدرسة، ثم انتشرت بعد ذلك في بلدان عديدة مثل فرنسا وكندا. في أواخر الستينات من القرن الماضي أصبح هناك اهتمام أكثر بالبحث الإجرائي. فطبعا هو أول ما ظهر البحث الإجرائي ظهر في المجال العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المجال التربوي في نتيجة لظهور حركة هناك اسمها حركة المعلم الباحث. المعلم الباحث ثم ظهر أيضا في آخر الستينات في المملكة المتحدة، هذه الحركة أيضا ظهرت هناك، وأصبح هناك اهتمام بالبحث الإجرائي في إطار إصلاح المناهج الدراسية. البحث الإجرائي إذا ما أحسن تصميمه وتطبيقه فإنه سيساعد كثيرا في حل أو في تغيير بعض الممارسات التعليمية التي قد تكون غير مناسبة أو لا تحقق مستوى تحصيلي أعلى للطلاب والطالبات. مع نهاية القرن الماضي بدأ اهتمام الأكاديمي في التعليم العالي، فأصبحنا في اهتمام بأنه يدرب المعلم قبل الخدمة، بمعنى في كليات التربية في أو ما يتعرف عليه الآن يعكس عليه الآن اللي هو الماجستير المهني الآن يعمل له إعداد. حبذا أن يكون هناك اهتمام بهذا النوع من البحوث لأنه يجعل المعلم، لأنه أولا يحقق تنمية مهنية عالية للمعلمين والمعلمات. طبعا ظهر هذا الاهتمام في التعليم العالي في إحدى الطرق الفعالة في تعليم المعلم من خلال تدريب على خطوات البحث الإجرائي وممارساته. يحرصون على أن يدرب المعلمين قبل الخدمة، قبل أن يمارسوا الخدمة، على هذا النمط من الأبحاث. لماذا؟ لأن هذا النوع من الأبحاث يحقق أهدافا كبيرة تساعد المعلم في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى طلابه أو تحسين العملية التعليمية، إذا كان مثلا قائد مدرسة أو قائدة مدرسة أو مرشد طلابي أو مرشدة أو رائد أو رائدة نشاط أو غيره من منسوبي المدرسة. قد يتبادر إلى أذهان البعض ما معنى البحث الإجرائي. أحاول في هذه الدورة أن أعطيكم جزء نظري، ثم في الأخير نركز على كيفية إعداد البحث الإجرائي، وبإذن الله نخرج من هذه الدورة وقد استفدنا في أو أصبحنا قادرين على إعداد أو تصميم بحث إجرائي والاستفادة من تطبيقاته ونتائجه. نقول أن البحث الإجرائي، يعني قد يسأل بعض عن مفهوم البحث الإجرائي ومسمياته المتعددة، هناك من يرى أنه مرادف للبحوث العلمية الأكاديمية، وهناك من يرى أن له مسميات أخرى، هناك من يسميه بحث الفعل، وهناك من يسميه البحوث التشاركية، والبحوث أو تحقق التعاون
البحوث التحريريه، هناك من يطلق عليها التعلم العملي، هناك من يسميه البحث الاجرائي السياقي، وايضا هناك من يسميه الممارسه الذاتيه التامليه. لماذا نقول الممارسه الذاتيه التامليه؟ لانها تعتبر مهاره التامل، مهاره التامل من اهم المهارات التي يجب على الباحث الاجرائي ان يتعلمها ويتقنها. ستسهل عليه الكثير من خطوات البحث الاجرائي. التامل في الممارسات، نقد هذه الممارسات، ما هي جوانب الضعف؟ ما هي جوانب القوه؟ كيف يمكن لي ان اعالج جوانب الضعف؟ هذه هي الركيزه الاساسيه في البحث الاجرائي. هناك من يعرف البحث الاجرائي ببساطه بانه التعلم بالممارسه. مجموعه من الناس تحدد مشكله وتقوم باجراءات لحلها وتقييم جهودهم. اذا لم تكن جهودهم واجراءات غير مرضيه فان المحاوله تعاد مره اخرى. لذلك من خصائص البحث الاجرائي انه دوري، يتم في شكل دورات، وسنرى هذا باذن الله في جزئيه خصائص البحث الاجرائي. ايضا البحث الاجرائي هو دراسه ممارسات الفرد من خلال تعاونيه البحث والتفكير والحوار. البحوث الاجرائية من خصائصها انها تشاركيه، قد يعني بمعنى انه قد يكون فيها معلم واحد، معلم التخصص، تخصص الرياضيات، تخصص المواد الدينيه، او تخصص اللغه العربيه، او اي تخصص من التخصصات الموجوده، يكون معلم واحد يقوم بها، ممكن ان يقوم هو بمفرده بهذا البحث، وممكن ان يتعاون مع زملائه في التخصص. المعلم او المعلمه يتعاونون مع زملائهم في التخصص لاجراء هذا البحث. البحوث التشاركيه ايضا تعاونيه في البحث وفي التفكير وفي الحوار، قد تكون ايضا من معلم واحد ثم يقوم باجراء هذا البحث بالمشاركه مع اولياء الامور ومع الطلبه، فيكون هنا مبدا او خاصيه التشاركيه. البحث الاجرائي هو تجريب وتامل في الافكار والممارسات، اي افكار وممارسات التي يقوم بها المعلم او الممارس التربوي، هل أو سواء كان هذا الممارس التربوي مشرفا، قائدا مشرفا أو مشرفة تربوية، أو قائد أو قائدة مدرسة، أو حتى على مستوى المنطقة التعليمية، يمكن لهم أن يقوموا بإجراء بحوث إجرائية نتيجة لتأملهم في أفكار وفي الممارسات لديهم، ووجدوا أن بعض هذه الممارسات فيها جوانب ضعف أو خلل، فنحاول أن نقف على أسباب هذا الأمر، أو كيف نطور هذا الأداء. فممكن أن يكون البحث الإجرائي وسيلتهم لذلك، فهو وسيلة من وسائل التحسن وزيادة المعرفة. إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات وجميع الممارسين التربويين المستمعين، البحث الإجرائي إذا ما أتقن وإذا ما تم التدريب عليه جيدا وفهم أهدافه جيدا وإعداد خطته جيدا، فإنه سيسري معلومات الممارس التربوي وسيساهم وبقوة في التطوير المهني وللممارسين التربويين. وأيضا طريقة عملية بالنظر إلى عملك وفحص ما إذا كان هذا العمل هو ما تحب أن يكون. نحن في التأمل، البحث الإجرائي قد يتأمل في عملك، قد يجد هناك جوانب تحتاج تطوير أو مشكلات تحتاج إلى حل، فيعمد إلى البحث الإجرائي ولكي يعالج هذه الجوانب. البحث الإجرائي أيضا يسمى البحث المعتمد على الممارس لأنه يتعلق بالتفكير وعملك وبعملك والتأمل بهما، لذلك البعض يطلق عليه مسمى الممارسة الذاتية التأملية. هناك من عرف البحوث الإجرائية في المجال التربوي بأنها تلك البحوث التي يقوم بها أطراف العملية التربوية من معلمين إداريين ومشرفين بهدف تطوير أدائهم. قد يكون البحوث الإجرائية الهدف منها تطوير أداء ما أو حل مشكلة تواجههم في العملية التعليمية. تقوم هذه الأبحاث على التأمل، هذا التأكيد لما ذكرت لكم في قبل قليل، التأمل هو من أهم المهارات التي يجب أن نتعلمها لكي نقدم بحوثا إجرائية جيدة ومصممة بطريقة جيدة.
طبعا التأمل في الممارسات التعليمية التي يقوم بها المعلم أو الإداري في الصفوف والمدارس، وهذا كله طبعا بهدف تحقيق سهم أفضل للعملية التربوية، إحداث تغيير ما، تقديم تحسين في مثلا مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، أو حل مشكلات اجتماعية أو حل مشكلات سلوكية، وسنأتي عليها بإذن الله في مجالات البحث الإجرائي. هذا بالنسبة لمفهوم البحث الإجرائي. أهمية البحوث الإجرائية في الميدان التربوي قد يتبادر إلى الأذهان، لماذا البحوث الإجرائية أو ما أهمية البحوث الإجرائية في الميدان التربوي؟ البحوث الإجرائية تساعد في تحقيق عدة أمور. أولا تحقيق التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات ومنسوبي المدرسة، وذلك لأنها تخلق فرص للتعلم الذاتي والتطور المهني المستمر بعيد عن تدخلات الآخرين. هي تسهم أيضا في تكوين شخصية مهنية متأملة، شخصية مهنية ملاحظة ومتتبعة، ولذلك من سماته أو من أبرز صفات البحث الإجرائي أنه ملاحظ دقيق. كل هذا يهدف إلى ماذا؟ إلى تجويد الممارسة المهنية وتحسين الأداء في المدارس. أيضا البحوث الإجرائية تساعد في المعلمين والمعلمات أو الممارسين التربويين أيا كانوا في زيادة فهمهم لعملية التعليم والتعلم، فما يتعلمونه سوف يكون له تأثير على ما سيحدث في أو ما يحدث في الفصول الدراسية أو في المدارس إذا كان بحث على مستوى المدرسة، أو في المناطق التعليمية إذا كان هذا البحث على مستوى المنطقة التعليمية. يمكن للبحوث الإجرائية أن تشكل البرامج والمناهج الدراسية للمدارس ومبادرات تحسين الدعم المدرسي لتطوير المعلمين. أيضا البحوث الإجرائية تساعد أو تسهم في اكتساب المعرفة والمهارة في طرق البحث، فهي تعطي مصدر غني من البيانات لتحسين الصفوف والمدارس بالنسبة للممارسين التربويين أو المعلمين أو قادة مدارس أو غيرهم، لتصبح لديهم فرصة لتجربة ممارسات تعليمية جديدة والتفكير في التغييرات في صفوفهم وطلابهم. أيضا العلماء المشاركين في البحوث الإجرائية يصبحون أكثر انتقادا وتأملا في ماذا؟ في ممارساتهم الخاصة في مجال عملهم في مجال تخصصهم. أيضا من أهمية البحوث الإجرائية في الميدان التربوي أن المعلمين والمعلمات تساعدهم في التفكير في ممارساتهم وتحسين هذه الممارسات التعليمية وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة. هي أيضا تعد أسلوبا مميزا من أساليب تفعيل مجتمعات التعلم المهنية في المدرسة كما ذكرنا في التمهيد لهذه الدورة. أيضا تجعل من الممارس التربوي للبحث الإجرائي صانع قرار، فهو يتخذ عندما يحدد مشكلة ما ويقوم بمجموعة من الإجراءات ويخرج بمجموعة من النتائج التي قد تساعده في اتخاذ قرار في ما إذا كان مثلا طريقة تدريس معينة أو استراتيجية تدريسية معينة متعارف عليها ودائما تطبق في مادة من المواد، ثم يتضح للمعلم أن هذه الاستراتيجية غير صالحة أو غير مناسبة، فمثلا نتائج الطلاب تظهر دائما فيها تدني في المستوى مستوى تحصيل الطلاب، فيعمد الباحث إلى بحث إجرائي إلى إجراء بحث إجرائي ليعرف مدى مناسبة طريقة أخرى يرى هو أنها قد تفيد في هذا المجال. عندما يطبق هذه الطريقة ويخرج بمجموعة من النتائج تتضح له أنها طريقة فعالة، فإنه يتخذ قرار في هذه اللحظة بأن هذه الطريقة هي التي تتناسب مع طلابي أو مع طالباتي، وبالتالي سأستمر في استخدامها ما دام أنها تحقق هدف وهو تحسين التحصيل العلمي للطلاب. البحوث الإجرائية تزيد من القدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، أيضا هي تنمي التفكير الناقد والتفكير الإبداعي للمعلمين والمعلمات والممارسين والممارسات التربويين، وهي أيضا تطور القدرات التأملية لدى المعلمين من خلال القدرة على أو مساعدتهم على صياغة مشكلاتهم التعليمية
وحلها. هذا بالنسبة لأهمية البحوث الإجرائية في الميدان التربوي. إذا أردنا أن نعرف أهداف البحث الإجرائي، هو هنا يعني مجموعة من الأهداف، وقد يكون هناك لكل مدرسة ما يتعلق بها من أهداف أو ما يتناسب معها من أهداف. من أهداف البحث الإجرائي، يعطيكم العافية، تكوين الشخصية المهنية المتفكرة. أنا أنصح زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والممارسين التربويين بصفة عامة باتخاذ أسلوب البحث الإجرائي كأسلوب فعال للتطوير والتنمية المهنية، لأن البحوث الإجرائية تدفعك إلى أن تطلع على أدبيات، تطلع على دراسات، تطلع على المراجع، تطلع على تجارب من مدارس أخرى، سواء كانت في داخل المنطقة التعليمية أو في مناطق تعليمية أخرى أو في خارج إطار الوطن. هذه كلها تثري معلوماتك وتضيف إلى، أو تثري معلوماتك أختي المعلمة وتضيف لها الكثير، وبالتالي يعود هذا بالنفع والفائدة علينا كمعلمين ومعلمات، وعلى أيضا طلابنا أو على المدرسة إذا كان الباحث هو قائد المدرسة أو قائدة المدرسة. من أهداف البحوث الإجرائية أيضا تنمية روح حل المشكلات لدى الممارسين في الميدان التربوي. يصبح عندنا إذا واجهنا أي مشكلة لابد أن يكون هناك إجراء تجاه هذه المشكلة. أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هي الإجراء العلمي الذي يأتي عن طريق البحوث الإجرائية. أيضا تهدف هذه البحوث الإجرائية تجويد الممارسة المهنية كما أكدنا على ذلك مرارا، وتحسين الأداء في المدارس، وأيضا تهدف إلى تأهيل عناصر بشرية قادرة على أن تحسن أو تسهم في تحسين وتطوير العملية التربوية، وتشجع المعلمين والمعلمات على أن يغيروا في أساليبهم وممارساتهم نحو الأفضل. هذه يعتبر أيضا من أحد أهم أهداف البحث الإجرائي. تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمين كما ذكرنا، مثل النقد البناء، تقبل وجهات نظر الآخرين، الانفتاح على أفكار الآخرين وآرائهم. وهذه قد تكون التزامات يقوم بها أعضاء مجتمعات التعلم المهنية، وكذلك هو الحال في منفذي البحوث الإجرائية أو مجموعات التخصص في المدارس. طيب، لدينا أيضا خصائص البحوث الإجرائية. أول خاصية من خصائص البحوث الإجرائية الواقعية، هو بحث واقعي. بمعنى ما معنى واقعي؟ واقعي بمعنى يركز على مشكلات عملية تواجه العاملين في العملية التعليمية، سواء كانوا معلمين، قادة مدارس، مشرفين تربويين، رواد نشاط ورائدات نشاط، مرشدين طلابيين ومرشدات طلابيين، أو حتى إداريين. يركز على مشكلات عملية تواجه هؤلاء العاملين، وربما تفرض عليهم مشكلات من واقع الممارسة اليومية داخل الصفوف والمدارس. هذا النوع من البحوث دوافعه تنبع من داخل المهنة ومن صلب الممارسة، لا تأتي من خارج المهنة، لا، من داخل المهنة ومن صلب ممارستنا تخرج لنا مشكلات. سنجد أن من الجميل أن نخضعها للبحوث الإجرائية. البحث الإجرائي محدد ومحلي، بمعنى أنه يتعامل مع ظاهرة معينة ويركز على حالات محددة في الزمان والمكان. أيضا هو محلي بمعنى أنه يحيك اهتمام الباحثين الذي يتأثر بخصوصية المواقف التعليمية في الفصول وداخل المدرسة، كما أنه يتأثر بخصوصية البيئة والظروف المحيطة واحتياجات المجتمعات المحلية. البحوث الإجرائية أيضا من سماتها أنها بحوث تشاركية، بمعنى يمكن أنجزها معلم واحد أو معلمة واحدة، ولكن عادة ينجزها بتعاون مع زملائه في التخصص وبمشاركة الطلاب وأولياء أمورهم. وفي ذات الوقت يمكن أن يشترك فيه أكثر من معلم في إطار فريق عمل، ويمكن أن يقوم به مدير المدرسة، وذلك بالتعاون فيما بينه وبين المعلمين والإداريين. وهذا من هنا يظهر كلمة ذكرناها في تأريخ مفاهيم
في عرضنا لمفهوم البحث الإجرائي، وهي الطابع التعاون للبحث الإجرائي. أتمنى أن تهتموا لهذه النقاط. البحث الإجرائي أيضا بحث عملي تطبيقي، بمعنى عملي تطبيقي مع دور التمييز بينه، في نقطة مهمة، التمييز بينه وبين البحث العلمي التطبيقي، لأن التطبيق في البحث الإجرائي لا يعني تطبيق نظريات أو فحص إمكانية تطبيقها، بل يعني وضع إجراءات وتطبيقها واستخلاص النتائج. سنرى هذا في الفرق بين البحوث الإجرائية والبحوث العلمية الأخرى، في فروق وفروق جوهرية. طبعا عندما نضع إجراءات ونطبقها ونستخلص النتائج، نقوم بتوظيفها بشكل مباشر في اتخاذ القرار. ولذلك قلنا في البداية أنها من أهميتها تجعل المعلم والمعلمة صانع قرار. البحث الإجرائي دوري، ذكرنا أيضا في البداية وتطرقنا مثل هذه الخاصية، وقلنا أن البحوث الإجرائية تتم في شكل أو على شكل دورات، دورات من الإجراء والتأمل الناقد، بحيث يتم من خلاله مراجعة الإجراء السابق والتخطيط أيضا للإجراء اللاحق، فهو يتم في على شكل دورات. لذلك كان من خصائص البحوث الإجرائية أنها بحوث دورية. أيضا البحوث الإجرائية تعتبر بحوث مباشرة، بحوث مباشرة بمعنى أنها ترتبط نتائجها بشكل مباشر وواضح بالممارسة التعليمية. أيضا هي نوع من الاستقصاء، بمعنى أنها يتشخص أساسا في استقراء وملاحظة وتتبع مستمر لما يحصل به واقع النشاط التربوي في المدرسة أو على مستوى المنطقة التعليمية، ولما يحدث خلال النشاط اليومي داخل الفصول أو المدارس. أيضا هو نوع من التأمل هو التفكر أو التفكير العميق، إعادة التفكير ومراجعة الذات والحوار والنقاش، هذه كلها من المهارات المهمة التي تكون معنا في جميع خطوات البحث الإجرائي. في لابد من التأمل في الممارسة، التأمل في الجوانب الضعف، التأمل ما هي الأسباب، التأمل لماذا كانت هذه الأسباب، كيف يمكن نعالج هذه المشكلة. هناك عدة أسئلة وعدة تأملات يتأملها الباحث حتى يصل إلى طريق إجراءات، خطة إجراءات يتم من خلالها تحسين الممارسة أو حل هذه المشكلة البحثية أو تطوير الأداء. طيب، لدينا أيضا الفرق بين البحث الإجرائي والبحوث الأخرى. هل تتوقعون أن البحث الإجرائي في تصميمه وتطبيقه يكون تماما بما هو موجود في البحوث الأخرى، البحوث العلمية الأخرى مثل البحوث الأكاديمية في الماجستير والدكتوراه أو بحوث الترقية؟ الجدول هذا يحدد عدد من المجالات ويعطي الفرق بين البحث الإجرائي والبحوث الأخرى. في المدة الزمنية البحوث الإجرائية أكثر، يعني ممكن تكون مدتها الزمنية أسبوعين، ممكن تكون 3 أسابيع، ممكن تكون شهر، ممكن تكون فصل دراسي. لكن في البحوث الأخرى مثلا البحوث الماجستير والدكتوراه قد تأخذ وقت أكثر، قد تأخذ سنة، تأخذ سنتين، تأخذ 3 سنوات، 4 سنوات، على حسب المشكلة البحثية. الأدوات المستخدمة في البحث الإجرائي أكثر من طريقة. هناك من يرى أن الباحث في البحث الإجرائي هو الأداة الرئيسية لهذا البحث الإجرائي والبحوث الكيفية. هناك من يرى أن الباحث هو الأداة الرئيسية في هذا النوع من البحوث، وله أن يختار من الأدوات المساندة والمساعدة له ما يشاء. فمن الميزات أو من الفروق بين البحث الإجرائي أن لديه أكثر من طريقة لجمع البيانات ولتنفيذ الإجراءات. ممكن نستخدم الملاحظة، وهي مهمة وكثيرة ما تستخدم في مجال البحوث الإجرائية أكثر من الاستدانة، ونستخدم المقابلة أيضا نفس الشيء، لأنها بحوث إجرائية. والتسجيل السمعي والبصري بعد طبعا مراعاة الضوابط التي واجبتها فراق من تطبيق هذه الأدوات. الاستبانة لدينا مثلا ممكن تكون عندنا جمع البيانات عن طريق نظام نور، أشوف تحصيل الطلاب في مادة معينة
وبناء عليها اشوف ما هي جوانب الضعف، وابدا ادخل في مرحله تامل بكل ما يهم هذه المشكله البحثيه. قد يكون عندنا ايضا هي دفاتر الطلاب اذا كانت مشكلات تتعلق بمشكلات سلوكيه، ممكن الاستفاده من المنشدين المشكلات الطلابيه من سجلات مثلا تحدد انواع المشكلات او غيرها. البحوث الاخرى تستخدم عدد محدود من الادوات المضبوطه بدقه، مضبوطه بدقه، اتمنى ان تفرق بين الادوات المضبوطه بدقه. لماذا؟ لان في البحث الاجرائي الصرامه العلميه فيه اقل من البحوث الاخرى. يعني في البحوث الاخرى يكون هناك صرامه اكثر في تطبيق ومنهجية البحث وتطبيق استخدام الأدوات في هذا البحث، بينما البحث الإجرائي تكون أقل نوعا ما. المجتمع والعينة، العينة أو الفئة المستهدفة لدينا في البحوث الإجرائية عادة ما تكون صغيرة للسنين، ممكن تكون فصل، تكون مدرسة، عينة من المدرسة إذا كان على مستوى قواد المدارس أو قائدة المدارس، فهنا هي صغيرة، بينما تكون في البحوث الإجرائية كبيرة و تكون وتتعدى الاشخاص المعني بهم الباحث. ممكن ان الباحث يعمل في مجال هو لا يكون عينته او مجتمعه البحثي ليس في مجتمع عمله، ممكن تكون في مجال اخر، بينما البحوث الاجرائيه تكون الباحث يباشرها بشكل مباشر قابله للتطبيق الفوري. من الباحث نفسه بمجرد ان يعمل خطه اجراءات ثم ينتقل من هذه الخطه الى مرحله التطبيق فيطبقها بشكل مباشر، بينما هذا الامر قد لا يكون في مجالات البحوث الاخرى. ايضا محدوديه النتائج وغير قابله للتعميم الواسع. طيب اذا النتائج في البحث الاجرائي تكون محدودة، بينما النتائج في البحوث الأخرى العلمية أيا كان نوعها سواء كانت ماجستير دكتوراه ترقية أو غيرها من البحوث العلمية تكون النتائج يمكن تعميمها في المجالات العلمية المعتمدة. طيب من ناحية الهدف، الهدف في البحث الإجرائي موجه لحل مشكلة خاصة ولا يهدف لتعميم النتائج كما ذكرنا سابقا، بينما البحوث الأخرى تستهدف إثراء المعرفة وتوظيفها على نطاق واسع. المنهجية العلمية كما ذكرت سابقا في مرونة في التعامل مع شروط المنهجية العلمية في البحوث الإجرائية، لكن هذا لا يعني العشوائية، لا يعني العشوائية، ولكنها ليست كما الصرامة العلمية أو مطلوب فيها الالتزام بشروط المنهجية العلمية الصارمة كما في البحوث الأخرى، لكن هذا أؤكد مرة ثانية أنه لا يعني العشوائية في كتابة البحث الإجرائي أو في التخطيط للبحث الإجرائي وتنفيذ ما تقرره مشكلة البحث من الإجراءات. الباحثون كثير ما يلجأون إلى تقنيات متطورة في التحليل الإحصائي في البحوث الأخرى، العلمية الأخرى فيها تحليل إحصائي دقيق ومتخصص، بينما في البحوث الإجرائية يكون هناك تحليل إحصائي إذا كان تحتاج تحليل إحصائي حسب منهجية البحث المتبعة، ولكن تكون في مستوياتها الأولية الدنيا البسيطة، إحصاءات بسيطة. الباحث يكون على شراكة تامة في موضوع بحثه، ويمكن أن يشرك الطلاب اللي هم حالات الدراسة، ممكن يشرك أولياء أمورهم، ممكن يشرك أيضا آخرين من زملاء التخصص. وبينما البحوث الأخرى يكون هناك مسافة بين الباحث وبين موضوع بحثه، ولعل من مارس أو كان له تجربة في بحوث الماجستير الدكتوراه يلاحظ أو يعرف معنى هذا الكلمة، يكون هناك مسافة بينه وبين موضوع بحثه، بمعنى الحالات التي يدرسها وليس كما هو الباحث الإجرائي الذي يكون بشكل مباشر مع حالات الدراسة. هذه أبرز الفروق بين البحث الإجرائي والبحوث الأخرى. طيب مجالات البحث الإجرائي، من الممكن أن نتناول الجوانب
والمجالات التالية بأسلوب البحث الإجرائي. مشكلات مادية بمعنى تتصل ببيئة المدرسة، ببيئة المدرسة أو العمل ومرافقها، حديث مكتب مختبر. قد يكون قد يستغرب بعضكم كيف يكون هذا في مجال، لا ممكن أن يكون بحثا إجرائيا لأنها البيئة هذه المحيطة قد يكون لها أثر كبير في تحصيل علم للطلاب. أنت أيضا المشكلات النفسية اللي هي تتصل بمشاعر الطلبة، يعني لا تدققون، هذه تتعلق بهذه بمشكلات تربوية، هي كانت تظهر عدة صفحات بس ما أدري يعني ما قدرت يعني يعني أطلعها كما هي تظهر أمامي في العرض العادي. فهذه الجزئية هذه تخص هذه، لكن اللي هذه كما أنا أتكلم الآن أن هذه المشكلات النفسية اللي هي تتعلق أو تتصل ببيئة المدرسة أو العمل ومرافقها، الحديقة، المكتبة، المختبر. المشكلات النفسية ذكرنا، وهذا هنا يأتي إجابة لمن يقول أن البحث الإجرائي فقط خاص بالمعلمين والمعلمات. البحث الإجرائي لجميع منسوبي المدرسة، لجميع منسوبي التعليم، سواء كانوا قادة تعليميين في مجال مناطق، في قادة تعليم المناطق أو مشرفين ومشرفات تربويات أو مؤلمين ومعلمات، مرشدين ومرشدات، رواد نشاط ورائدات نشاط، يشملهم جميعا. فالمشكلات النفسية هذه قد تكون أكثر ما تكون مع المرشدين والمرشدات الطلابيات، تتصل بمشاعر الطلبة والزملاء وسلوكياتهم، الخوف، الخجل، الانطوائية، التاسعة، الكذب، السرقة، الغش وغير ذلك كثير. هذه كلها ممكن أن نستهدفها ببحوث إجرائية معدة بطريقة علمية تخرج بنتائج إذا ما تم تطبيقها فإن هذه المشكلات سيتم معالجتها. مشكلات اجتماعية مثل الهروب من المدرسة أو العمل، العدوان، علاقة المدرسة أو العمل بالبيئة الاجتماعية، علاقة الطلبة أو العاملين مع المعلم أو المسؤول عنهم أو مع بعضهم البعض، هذه ممكن أن نستهدفها أيضا بالبحوث الجرائية. المشكلات التربوية تعليمية وتعلمية كما هو واضح أمامكم، متعلقة بالمدرسة وما يتصل بها في المنهج الدراسي. سأعطيكم مثالا على مشكلات في يعني أمثلة ممكن يعني تأخذون كأمثلة كذا تكون يعني تفتح أذهانكم لما قد يكون من مشكلات في مجال أو تهدفها بالبحوث الإجرائية. مثلا لاحظ أحد المعلمين عند التدريس استخدام الحاسوب أن هذا النوع من التدريب يؤثر سلبا على التفاعل الاجتماعي بين التلاميذ وعلى التعلم التعاوني. شوفوا كيف الربط، التفاعل الاجتماعي بين التلاميذ والتعلم التعاوني. تأمل في هذا الموضوع كثيرا فخرج بسؤال بحثي، كيف يحسن المعلم من أداء التلاميذ ويزيد من تفاعلهم الاجتماعي وتعلمهم بروح الفريق من خلال استخدام الحاسوب؟ طبعا سنأتي لاحقا على المشكلة البحثية وصياغة المشكلة البحثية وما هي معاييرها، و هذه المشكلة سنأتي على لحظة، لكن أحب أن أضرب لكم أمثلة لمشكلات في مجالات البحث الإجرائي. أيضا يعني ممكن كيف يمكن أن أولد دافعية أكثر لدى المتعلمين؟ كيف يمكن أن أدير الصف بصورة أفضل؟ هذه ممكن تكون بحوث إجرائية. كيف يمكن أن أحسن استراتيجية التعلم عند المتعلمين؟ طبعا لابد في المشكلة البحثية أن تصاغ بشكل دقيق وبشكل علمي وأن تكون فعلا مشكلة حقيقية وواقعية وليست مشكلة موجود لها حلول، فهذه لا تعتبر مشكلة. ممكن أن لا تكون مشكلة، ربما تكون تطوير أداءات معينة يحاب يعملها المعلم أو المعلمة فتكون مجال للبحث الإجرائي. ممكن يكون المشكلة لمعرفة أو المشكلة البحثية عندي تكون أسباب الخلط في المفاهيم عند الطلبة، ضعف تحصيل الطلاب في مواد دراسية معينة، دراسة أسباب ضعف التحصيل الدراسي في بعض الموضوعات. يعني ممكن يكون قائد مدرسة حاب يعمل بحث إجرائي على إنه لأنه لاحظ عنده معلمين لديهم نفور من التحضير اليومي، ما حابين إيش الأسباب، ممكن يلجأ لاستخدام البحث الإجرائي. ممكن الآن عزوف المعلمين عن إجراء بحوث إجرائية، بعض لا يحب هذا النوع من البحوث ولا يرى له قيمة ولا أهل.
يعني وجهات نظر محدوده الى الحد، فممكن انه يعمد المدير الى اجراء دراسه يعني تعرف او يكشف من خلالها اسباب هذا العزوف. ايضا ضعف التوافق بين المعلم والطلاب، عدم مشاركه الطلاب في الانشطه التدريسيه، اعتقد انها مشكلات يعني فعلا نشوف مستويات البحث الاجرائي حتى نركز على الناحيه التطبيقيه في البحوث الاجرائيه. البحث الاجرائي له عده مستويات، اما ان يكون بحث اجرائي على مستوى الاداره التعليميه او المنطقه التعليميه، هذا يكون بقاده التعليم، مدير تعليم، مساعديه، مشرفين تربويين، مديري ادارات. هناك بحث اجرائي على مستوى المدرسه، يقوم به قائد المدرسه او قائده المدرسه، يقوم به المعلمين والمعلمات، الاداريين، المشرفين والمرشدين والمرشدات الطلابيات، الرواد ورائدات النشاط، هؤلاء هذا يكون بحث اجرائي على مستوى المدرسه. هناك البحوث الاجرائيه التعاونيه التشاركيه، يكون به مجموعه من المعلمين او اكثر، هذا يتعاونون مع حل مشكله معينه او تحسين ممارسه معينه، يعني يشكلون فريق تآزري، وهذا من النقاط المهمه في اجتماعات التعلم المهنيه، تشكيل الفرق التآزريه لمعلمي التخصص، وبناء على هذا ملاحظاتهم وتأملاتهم يخرجون بعدد من المشكلات التي يستهدفونها ببحوث اجرائيه بهدف تطوير العمل، تطوير حل المشكلات هذه وتطوير الاداءات. كيف ممكن يكون هناك تكون البحوث الاجرائيه التعاونيه؟ ممكن يتعاون يقوم المعلم باجراء البحث بطريقه تعاونيه، بطريقه انه يوزع الادوار على الباحثين لكل قدراته واهتمامه، ثم يتشاركون في تأملاتهم البحثية، في وضع خطة الإجراءات، في تطبيق هذه الخطة، وفي الخروج بنتائج دراستها وتطبيقها وملاحظة مدى يعني فائدتها في تحسين التحصيل العلمي لطلاب ما في تخصص معين. البحث الإجرائي الفردي اللي هو يكون بشخص، قلنا شخص واحد إما معلم أو مدير المدرسة أو المشرف أو غيره، يقوم بالبحث بنفسه المعلم في غرفة صفه عندما يشعر بمشكلة ما إما إدارية أو تعليمية، يتأمل في أسباب المشكلة ثم يضع آليات وإجراءات يقوم بتنفيذها في صفه بهدف التغيير والتطوير. هذه الأمور مهمة جدا نركز عليها، ليس الهدف في البحث الإجرائي مجرد أني عملت بحث إجرائي، وإنما أهدف إلى تحسين الأداء، تطوير الأداءات، التغيير. هذا بالنسبة للبحوث الإجرائية الفردية، هذه هي مستويات البحث الإجرائي التي ممكن أن مثلا كان على مستوى الإدارة أو المنطقة التعليمية أو على مستوى المدرسة، أو إذا كانت بحوث تشاركية أو كانت بحوث فردية. نأتي إلى النقطة الأهم في البحوث الإجرائية، هي تقريبا خمس خطوات. هناك خمس خطوات أساسية في النموذج اللي راح نتكلم عنه، هناك نماذج متعددة للبحوث الإجرائية، لكن النموذج اللي راح نتناوله فيه تقريبا خمس خطوات أساسية. خطوات إعداد البحث الإجرائي، كثير من الأدبيات العلمية تكلمت عن عدة نماذج من لذلك يا أخواني وأخوات، من الأمور اللي البعض اعتبرها عيوب من عيوب البحث الإجرائي تعدد نماذجه، هي قد تكون ميزة وقد تكون عيب. لكن سنحاول في هذه الدورة أن نركز على نموذج واحد ومبسط، ويستطيع يعني قد يكون البعض منكم مبتدئ في مجال البحوث العلمية، فمن الجميل أن نركز على هذا النموذج لأنه نموذج محدد وواضح وسهل التطبيق. نقول لك فيه عندنا عدة نماذج في البحوث الإجرائية توضح الخطوات اللي يمر بها البحث الإجرائي، منها على سبيل المثال نموذج كينز، نموذج لين، نموذج ماكنس، جين ماكنس، ونموذج الخطوات الخمس. طبعا كل واحد من هؤلاء يركزون على عدة أشياء، طبعا ما راح أشغلكم فيها حتى ما يكون هناك لخبطة، راح أركز فقط على نموذج الخطوات الخمس لما ذكرته لأنه واضح ومحدد، ولكنها هذه النماذج أغلبها تتفق أنه لابد أن يكون هناك تأمل، أن يكون هناك تخطيط، أن يكون هناك إجراء، أن يكون هناك جمع بيانات، كلها تتفق على هذه الأمور. الخروج بنتائج ثم الدخول في دورة بحثية أخرى.
كلها تأكد على هذه. هي جميعها ترى أن البحوث الإجرائية تكون دورة عبارة عن عملية حلزونية أو لولبية كما ذكر البعض، تبدأ من نقطة وتعود إليها. فراح نركز على نموذج الخطوات الخمس. إذا تكرمتم، إذا حبيتم تكتبون هذه أو تضعونها أمامكم. ممكن أي شخص الآن يكون في باله فكرة بحثية أو مشكلة بحثية حاب أن يتناولها بالبحث الإجرائي، فممكن نشوف معنا هذا النموذج بخطواته الخمس. نموذج طبعا تابع لمركز التكنولوجيا التعليمي التابع لجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النموذج قدمه عبارة عن خمسة خطوات، يشكل دائرة احنا قلنا من الخصائص. أنا أحاول أربط بين كل جزئية من جزئيات الدورة حتى ترسخ المعلومات في أذهانكم، وأتمنى أن أكون وفقت لهذا. يشكل دائرة، احنا قلنا من خصائص البحث الجائي أنه دوري، يعني يعمل يكون يأتي بشكل دورة كاملة. فراح نشوف مع بعض هذا النموذج. أول نقطة وأهم نقطة والنقطة الأساسية والجوهرية والتي يجب علي كباحث إجرائي أن أهتم بها كثيرا هي تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي. ينبغي أن أحدد مشكلتي بدقة، أن تكون مشكلة حقيقية، مشكلة واقعية. هل يصلح أن أختار مشكلة أصلا محلولة؟ لا، ينبغي أو تكون التطوير أداءات معينة، أو اختار أداء معين حابة أشتغل عليه بالتطوير. وأن يتضمن تحديد المشكلة صياغة السؤال البحثي. تحديد المشكلة صياغة السؤال البحثي هذه النقطة الأولى والخطوة الأولى، سنأتي عليها بالتفصيل بعد قليل. ثم نأتي إلى الخطوة الثانية، تكوين المعرفة الكاملة حول موضوع البحث. تأتي الخطوة الثالثة والمهمة وهي صلب البحث الإجرائي، إعداد خطة تنفيذ الإجراءات التي تتم بكل عناية. وننتقل بعدها إلى جمع البيانات وتنفيذ الإجراءات وتحليلها. ثم المرحلة الختامية والنهائية هي كتابة تقرير البحث. كتابة تقرير البحث، كيف يمكن لي أن أكتب بحثا إجرائيا؟ لذلك بعض الزميلات اللي شاركوا في المحادثة ذكروا أنها تكتب بطريقة وصفية. نعم، هذه الأخت اللي ذكرت أو الأخ اللي ذكر هذه النقطة، فعلا في بعض البحوث الإجرائية تكتب كأنها تكتب مذكرات لها. في بعض البحوث لها يستخدموا هذه الطريقه، لكن ليست هي يعني الاعم او هي التي يجب ان تتبع. يعني في عده طرق، لذلك تعتبر كما ذكرت ميزه وعيب انه في تنوع، في تعدد في هذا المجال. عندنا ايضا نبدا بالخطوه الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوه الاولى تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي. يبدأ بمسألة تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي. كيف يمكن لي تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي؟ أرى أولا، ما هي المشكلة البحثية؟ هي مشكلة، احنا ذكرنا قبل شوي مجالات البحث الإجرائي، مشكلات مادية، مشكلات علمية، مشكلات نفسية، مشكلات مادية، مشكلات تربوية، ومشكلات اجتماعية. المشكلة البحثية هي مشكلة تعترض الطلاب والمعلمين والإداريين، هذا بالنسبة لمجال المدرسة. قد تكون تعترض المشرفين التربويين، قد تعترض قادة التعليم، على حسب المجال أو المستوى الذي يكون فيه هذا إجراء هذا البحث الإجرائي. في واقع العمل وممارسات اليومية داخل صفوف المدارس، هي مشكلة تعترض في واقع عملي وممارسات اليومية داخل الصفوف والمدارس. في البحوث الإجرائية يتم صياغتها ببساطة ووضوح، بعد أن يكون الباحث قد تأملها، المعلم اللي راح يبحث في هذه المشكلة تأملها جيدا وسأل نفسه كل الأسئلة التي من شأنها أن تجعل له معرفة كبيرة في هذا في هذه المشكلة البحثية. ويكون ممكن يكون ناقشها أيضا مع فريق عمل إذا كان البحث تشاركي من جميع النواحي، ويسأل في عدة أسئلة، مثل من خلال طرح بعض التساؤلات، مثل نشوف مثل ماذا.
لماذا نبحث في هذه المشكلة تحديدا؟ هذه بداية التأمل، التي المهارة التي أكدت عليها أنه لابد أن تكون في البحوث الجرائية مهارة التأمل. يتأمل المعلم إذا كان بحث فردي أو كان تعاون تشاركي، يتأمل زملاء التخصص في هذه المشكلة، لماذا نبحث في هذه المشكلة بالتحديد؟ نتائج هذا البحث ما هي توقعاتنا لها؟ ما أهمية حل هذه المشكلة؟ ما أهمية هذا البحث ككل بالنسبة للممارسات التربوية؟ هل لو أنا عملت هذا البحث وخرجت بجملة من النتائج، هل سيكون لها فائدة على تحسين ممارساتنا التربوية أم لا؟ هذه يعني جزء بسيط من التأملات التي ممكن أن تأتي في ذهن الباحث، المعلم الباحث. تعال نشوف كيف، أو ما هي معايير اختيار مشكلة البحث الإجرائي؟ حتى أستطيع أن أختار مشكلة وأسميها مشكلة بحث إجرائي، لابد أن ألتزم فيها بعدد من المعايير. أول معيار كما ذكرت تكرارا ومرارا أن تكون مشكلة حقيقية واقعية. لاحظت وجود ضعف إملائي في طالباتك، وإن خرجت نتائجهم بمستويات دون الجيد، هنا عندك مشكلة. ما السبب؟ هل السبب هل هو طريقة التدريس؟ هذه من بداياتك، بدايات تتأمل هي إذا كان طريقة التدريس، إذا بيكون عندي استخدم استراتيجية تدريس جديدة غير المعتاد أو متعارف عليها، قد تساعدهم في رفع وفي تحسين مستوى التحصيل لديهم. إذا لم تكن هذه، ممكن تكون أسباب أخرى، ممكن البيئة المحيطة بهم، ممكن تكون طريقة، ممكن تكون أسلوب المعلمة نفسها غير الأسلوب طرق التدريس، شخصيتها ممكن، يعني ممكن تتضح لك في مرحلة التأمل أسباب كثيرة وأمور كثيرة. كيف أقدر أعالج هذه المشكلة؟ وتبدأين تضعين أسئلة التأمل في مرحلة كيفية المعالجة. طيب إيش ما هي الخطوات التي سألجأ لها حتى أستطيع معالجة هذه المشكلة؟ ما هي البيانات التي سأجمعها؟ كل هذه تأتي في مرحلة صياغة المشكلة البحثية. طيب هل إذا خرجت بسؤال بحثي وانتهيت منه وصرتي بعد مرحلة طويلة من التأمل والكلام أيضا لإخواني وإخواني المعلمين، فممكن هل أعود وأعدل أو يعني أطور في سؤال البحثي؟ نعم، ممكن في نهاية البحث ترجعين تعدلين في سؤالك البحثي، لأنك تتضح لك أمور أخرى بعد كل مرحلة أو كل خطوة من خطوات البحث، تتضح لك أمور أخرى أكثر اتضاحا، و يعني تجعلك أو تدفعك أنك تغيرين في هذا البحث مرة، في سؤال البحث مرة أخرى. لكن المهم أن تكون المشكلة حقيقية واقعية وملموسة. مثلا لدينا ضعف في، أو استخدمتم طريقة جديدة وحابة تشوفين إيش كيف نتائجها في التأثير على الطالبات. مثلا بالنسبة لطرق التدريس، لديكم طالبات مشاكسات ولديهم سلوكيات معينة، وحابة أعرف ما هي الأسباب، حاسين أن هذه المشكلة مشكلة حقيقية. هذا معنى كلمة، مع معنى المعيار الأول أن تكون حقيقية وواقعية. طيب المعيار الثاني، ما أدري كيف أقدر أرفع هذه، المعيار الثاني أن يكون الممارس التربوي أو الباحث شاعرا بآثار المشكلة السلبية ومهتما بحلها، تكون ضمن نطاق اهتمامك وحاس أن فعلا أو نطاق اهتمامك وحاس انه هذه المشكله فيها لها اثر فعلي على تحسين مستوى التحصيل للطلاب، او على الناحيه الاخلاقيه والسلوكيه للطلاب اذا كانت مشكلات نفسيه، مشكلات اجتماعيه او سلوكيه او غيرها، او اذا كان القائد المدرسي يلاحظ ان المعلمين لديهم عجز مثلا عن المشاركه في الانشطه الغير صفيه مثلا كمثال، فيبدأ يبحث ما هي الأسباب، ما هي أثار هذه المشكلة، بحيث أنه يصل إلى نتائج تساعده في تطوير أو تحسين الممارسات التعليمية، تحسين شعور المعلمين أو تقليل عزوفهم عن المشاركة في الأنشطة الغير صفية كمثال. أن يتمكن المعيار الثالث، أن يتمكن الباحث
العلم الباحث من تحديد مشكلة صياغتها بدقة على شكل سؤال بحثي كبقية البحوث العلمية الأخرى. لا بد أن يكون هناك سؤال بحثي. سنرى بعد قليل في تحديد المشكلة صياغة المشكلة أن هناك عندنا صياغتين، الصياغة الاستفهامية والصياغة التقريرية، سنراها الآن بعد قليل. أن تكون المشكلة قابلة للحل في نطاق الإمكانات الفنية والمادية المتاحة له. لا يعمد المعلم الباحث أو المعلمة الباحثة لاختيار مشكلة لا يستطيع، حتى لو خرج منها بنتائج وبحلول كذا، لكن لا يستطيع تطبيقها ولا وخارج عن نطاقه. يعني ممكن بعض يلجأ لمشكلات تتعلق بأمور ليست من نطاق صلاحياته، قد تكون مثلا على مستوى عالي في الوزارة ويرغب في يعني يبحثها إجرائيا ويقر لها حلول، لكن هذه الحلول لا يستطيع تطبيقها لأنها ليست في نطاق إمكانياته المتاحة له أو في نطاق عمله. أيضا يراعي أيضا الإمكانيات الفنية والمادية المتاحة له، فلا يبالغ في صياغة مشكلة بحثية أو اختيار مشكلة بحثية تتطلب إمكانيات فنية معينة ومادية معينة وهي غير متاحة له. لا بد أن يختار المعلم الباحث أو المعلمة الباحثة ما يتناسب أو ما يستطيع أو ما هو في قدرته أن يقدم له الحل ومعالجته أيضا أو تطويره. أيضا من المعايير اختيار المشكلة البحثية أن يكون قادر على إثبات وجود هذه المشكلة، إعطاء أدلة وشواهد. يعني بمعنى أنه دائما احنا في البحوث العلمية لما نذكر المشكلة نبدأ فيها المثلث المقلوب، نبدأ فيها نتحدث عن المجال، مثلا أسباب الرسوب مثلا في مادة كذا، نتكلم عن الرسوب بصفة عامة أو نتكلم عن التحصيل العلمي بصفة عامة، ثم ننتقل إلى تحت العلم في مادة كذا، ثم نبدأ نتكلم إنه ظهرت النتائج مثلا إن هناك ضعفا أو تدني أو رسوب بنسب أكبر في هذه المادة، ثم يبدأ ينتقل إلى مرحلة دعمها بأدلة وشواهد مثل إحصاءات من نظام نور، مثلا يأتي بدراسة أخرى تأكد من هذه المواد يعني يكون فيها صعوبة أو يكون فيها رسوب أو يكون فيها تدني في مستوى التحصيل العلمي للطلاب. ممكن يبدأ تدريجيا تدرج من العام حتى الخاص، فيضع حتى يبين للقارئ للمطلع على هذا البحث أن هذه المشكلة البحثية بالفعل هي مشكلة وأنها تستحق البحث، وأن هناك شواهد أدلة من إحصاءات من دراسات من توصيات مؤتمرات من أمور أنها تجعل يعني ينطلق في هذا البحث ويعمل عليه حتى يجد له ويخرج بنتائج تكون معالجة لهذه المشكلة البحثية. ستة، أن يجري التصدي للمشكلة وحلها في وقت قصير نسبيا. ولهذا قلنا في البداية أنه من الفروق بين البحث الإجرائي والبحوث الأخرى أنها قصيرة، وقتها قصير. يعني أحيانا يؤدي أو يجري المعلم أو المعلمة بحثا إجرائيا في غضون 3 أسابيع ويخرج مجموعة من النتائج ويطبق هذه النتائج ويجد أن لها أنها فعلا ساهمت في تحسين مستوى طلابه، ونتيجة لهذا التطبيق ممكن أن يكون هناك مثلا من نتائج البحث يستخلص مشكلة بحثية جديدة ويدخل في دورة أخرى من دورات البحث الإجرائي. ف يعني الأصل فيها أنها تكون قصيرة، ممكن تكون 3 أسابيع، ممكن تكون في خلال شهر يجري هذا البحث الإجرائي، ممكن يكون في خلال فصل دراسي كامل، لكن في الغالب هي المشكلة البحثية ينبغي أن تكون يعني مشكلة يمكن حلها في وقت قصير نسبيا، ليست كالبحوث العلمية الأخرى كبحوث الماجستير والدكتوراة. أن يتناول الباحث جوانب محددة يمكنه السيطرة عليها، كما ذكرنا تكون في نطاق إمكانياته المادية والفنية، وأن تكون يعني يمكنه السيطرة عليها وتكون قليلة في التعقيد والتشابك مع جوانب أخرى. لا يأتي بمشكلة يصعب عليه حلها
مع يعني لتشابكها ولتعددها ولتعدد الجانب، يأتي مشكلة في مجاله في مجال تدريسه، وهذه مشكلة يستطيع أن يحلها. لماذا؟ لأنها ليست متشعبة أو لها جوانب أخرى، تضطر أن يأخذ وقتا أكثر في المعالجة وفي تقديم الحلول لهذه المشكلة. هذه نسميها معايير البحث، معايير اختيار المشكلة في البحث الإجرائي. نأتي إلى النقطة المهمة، كيف يمكنني صياغة المشكلة البحثية؟ صياغة المشكلة البحثية تصاغ بأحد الأسلوبين التاليين، الصياغة التقريرية والصياغة الاستفهامية. التقريرية نهار مع بعض التقرير حتى الوقت ما يعني ما يداهمنا. شوفوا معايا مثال للصياغة التقريرية. الصياغة التقريرية هي مثل تبدأ بالاستفهام، تكون كما ترون أمامكم، أسباب، وعث، طلاب، الصف الثالث المتوسط، فيما طبعا في كتابة المعادلات الكيميائية لما يكون هذا يعني أي أحدكم حابب يكتبس من هذا الصياغة، لابد بعد كلمة كتابة المعادلات الكيميائية أن يحدد مثلا، طبعا مو لازم أنها تكون هذه، لكن يعني كمثال، لكن المشكلة البحثية تكون نابعة من الباحث من ممارساته وليس تقليدا لآخرين. هذه نقطة مهمة يا إخواني وأخواتي. مثلا في كتابة المعادلات الكيميائية في مدرسة كذا بمدينة كذا أو بمنطقة كذا، لابد من التحديد هذا في السؤال البحثي أو في الصياغة التقريرية للسؤال البحثي. أثر استخدام التقويم التكويني المحوسب على تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات، هذا أيضا مثال للصياغة التقريرية. أثر طبعا الأثر هذه أغلب البحوث الإجرائية اللي رأيتها يستخدمون المنهج الشبه تجريبي، بمعنى يأتون باستراتيجية معينة أو مثلا كما واضح أمامنا التقويم التكويني أو برنامج علاجي أو العمل التعاوني المخبري، ويستخدمون معها المنهج الشبه التجريبي الذي يتضمن أن يكون هناك طبعا اختبار قبلي واختبار بعدي، ويكون هناك مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. هذه أيضا من يعني الأغلب يعمد في البحوث الإجرائية إلى هذا النوع، لكنه ليس هو فقط يعني المتاح عندنا، مناهج كثيرة ممكن نستفيد منها في البحث الإجرائي. أثر العمل التعاوني المختري أيضا من أمثلة الصياغة التقليدية، أعطى إتقان المفاهيم الأساسية في مادة العلوم لطلاب الصف الأول ثانوي في مدرسة كذا بمدينة كذا. لابد أن يكون هناك توضيح معين، توضيح متكامل للسؤال البحثي أو الصياغة التقليدية للبحث لمشكلة البحث. تأثير برنامج علاجي على تحسين قدرة الطالب القرائية في الصف الثالث، بالمناسبة أنا اطلعت على كثير من يعني مشاركات المعلمات البحثية، قال لهم يعني اجتهادات بحثية جميلة، وكانت يعني استهدفت جوانب معينة في موادهم مواد التخصص، وبالفعل توصلوا منها إلى نتائج جميلة جدا، وطبقت هذه النتائج وأثرتهم أيضا، لأنها تعتبر بحوث إجرائية وسيلة هامة من وسائل التطوير المهني أو التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات. ولما يعملون هذه البحوث أيضا ليست فقط أنها بتعود بالنفع والفائدة على الطلاب فقط أو الطالبات، ولكن أيضا على المعلمين والمعلمات. هذا مثال للصياغة التقليدية لمشكلة البحث. طيب مثال للصياغة الاستفهامية، عادة تبدأ باستفهامات، ما أسباب ضعف طلاب الصف الثالث المتوسط في كتابة المعادلات الكيميائية؟ ما أثر استخدام، طبعا هذا السؤال منفصل عن هذا بس يبدو لي ما فصلت بينهم، استخدام التقويم التكويني المحوسب على تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات. هذا سؤال وهذا سؤال ليسوا مع بعض للتوضيح. ما أثر العمل التعاوني، ما أثر العمل التعاوني المخبري على إتقان المفاهيم الأساسية لمادة العلوم الصف الأول الثاني؟ وكما ذكرت لابد أن تحدد المدرسة أو تحدد المدرسة وتحدد المنطقة أو المدينة التعليمية. ما مدى تأثير برنامج علاجي على تحسين قدرة الطالب القرائية في الصف الثاني الابتدائي مثلا في مدرسة كذا في كذا؟ يعني لابد من التحديد.
بعد ما أحدد مشكلة البحثية يأتيني شيء في البحث العلمي، فرضيات البحث. فرضيات البحث هي إجابات محتملة لأسئلة البحث، هي تخمينات حلول تساق في إدارات تنبؤية لما سيحصل. هذه تساعد الباحث لما يضع فرضية في بحثه، تساعده في بناء وتصميم الوسائل والإجراءات اللي راح يتأكد أو اللي راح تساعده من إن تخمينه أو تنبؤه هذا صحيح. ولكن هناك نقطة مهمة أو إضاءة مهمة يجب أن تعرف، بالذات المبتدئين في مجال البحوث، إخواني وأخواتي المبتدئين في مجال البحوث، ليس من الضرورة أن يتضمن البحث الإجرائي فرضيات. إذا كنت قادر على صياغتها وملم بها ومتمكن بها ممكن، إذا لم يكن هناك إلمام كامل أو هناك مثلا بساطة في المعرفة في الجانب هذا اللي راح أتناوله بالبحث، فلا نلجأ لمسألة الفرضيات. الفرضيات تستوجب أن يكون قارئ مهن لهذا الموضوع اللي راح أتكلم فيه، أو يكون ملم، أو يكون عنده خبرة عملية واسعة تجعله في تلك اللحظة يحدد أو يتنبأ إنه والله لو كان كذا ممكن يكون كذا. نحن في عندنا في الصياغة التطبيقية في صياغة شرطية للبحوث، إنه إذا استخدم مثلا استراتيجية معينة فإن ذلك سيزيد من تحصيل أو فإن ذلك يزيد من مستوى التحصيل للطلاب في مادة كذا مثلا، وسنأتي عليها. لكن لا الشخص لهذا النوع من الفرضية أو الفرضية بصفة عامة في البحث إلا من كان متمكنا في هذا المجال وذا قراءة واسعة وخبرة عملية واسعة. الفرضية تمثل تصورات الباحث لحل المشكلة، وزي ما قلت هي إجابات محتملة لأسئلة البحث. هي لا تأتي من الخيال كذا نتوقع أن هذا الشيء بيكون، أو لا، لابد أن تشتق من أدبيات تربوية ودراسات سابقة ومراجع، يكون لديك قارئ مهم في المراجع التي مرتبطة بهذا الموضوع الذي في تناوله أو هذه المشكلة البحثية، ودراسات سابقة يكون مطلع عليها، وبعدين يبدأ يضع حلوله لهذا أو فرضياته في هذا المجال. الفرض هو إجابة محتملة عن أسئلة الدراسة، وذلك من استنتاج الباحث ولكن ليس استنتاجا عشوائيا. فمثلا عندك خبرة بس ما يكون عندك قراءة علمية واعية في هذا المجال، فيكون هناك استنتاج عشوائي. لابد أن يكون هناك معلومات، يكون استنتاج مبني على معلومات نظرية أو خبرة علمية محددة في مجال موضوع أو مشكلة البحث. هذا كيف يمكن لي أن أصيغ الفرضية؟ صياغة الفرضيات في البحث الإجرائي أيضا نوعين، كما ذكرنا في تحديد السؤال أنه ممكن يكون بالصياغة التقريرية والصياغة الشرطية السؤال البحثي في البحث الإجرائي. أيضا الفرضيات السؤال البحثي ممكن يكون سؤال واحد فقط، يعني أتمنى أن تنتبهوا لهذه النقطة. ممكن يكون سؤال بحثي سؤال واحد فقط حسب مشكلتك البحثية وموضوع البحث فيه، وممكن إذا حبيت أن السؤال رئيس ويندرج تحت سؤال أو سؤالين. لكن لأنها بحوث قصيرة نسبيا، بحوث ليست كالبحوث العلمية تلفت في وقت قصير نسبي، فممكن تكتفون بسؤال واحد ويكون محدد في مجال محدد وينتج عنه نتائج تؤدي إلى تطوير الممارسة في هذا المجال. صياغة الفروض قد تكون صياغة تقليدية وقد تكون صياغة شرطية. نشوف مثال على الصياغة التقليدية. تزداد دافعية طلاب الصف الثاني المتوسط في العلوم بازدياد الوقت المخصص للتجارب العملية. هذه صياغة تقريرية في فرضية تقريرية في البحث الإجرائي. الصياغة الشرطية هي التي تبدأ بإذا فإن، إذا كان كذا فبيكون كذا. إذا ازداد الوقت المخصص للتجارب العملية في العلوم فإن مستوى تحصيل طلاب الصف الثاني المتوسط يزداد تبعا لذلك. هذه تسمى الصياغة الشرطية للفرضيات البحث الإجرائي.
إنه لو زودنا الوقت المخصص لتجارب عملية في هذه المادة في مادة العلوم، فإنه بالتالي من المتوقع في تخمين الباحث يخمن إنه لو زدنا الوقت إنه بيكون هناك مستوى تحصيل أعلى للطلاب في هذه المادة. لو كان هناك عند الطلاب صيغة تقرير، لو زادت دافعية الطلاب فإنه في العلوم أو تزداد دافعية الطلاب في الصف الثاني من تخصص العلوم بزيادة الوقت المخصص للتجارب العملية. لما كثر التجارب العملية فإن هذا بيخلي دافعية الطلاب لهذه المادة تزداد. هذه كلها تخمينات، تنبؤات، إجابات محتملة من الباحث لأسئلة بحثه. لا يلجأ لصياغة الفرضيات في البحث إلا من كان متمكنا وعلى درجة عالية من المعرفة في هذا المجال ومن الخبرة العلمية العملية الواسعة. الخطوة الثانية في هذا المجال هي تكوين معرفة كاملة حول موضوع البحث، بمعنى أن يكون عندي دراسة متعمقة من الأدبيات التربوية المتصلة بموضوعي أو مشكلة بحثي، مثل الكتب المرجعية. أقرأ كثيرا في الكتب المرجعية اللي تتكلم مثلا عن استراتيجيات التدريس في المواد اللغة العربية مثلا، أو في مواد في مادة الرياضيات، أو في مادة الكيمياء أو الفيزياء أو أي نوع. ممكن أقرأ دراسات سابقة في نفس مشكلتي البحثية اللي أنا حدثتها، واللي أحس أنها شغلة يعني تستحق مني أن أقف على هذه المشكلة وأن أجد لها حلول، فأذهب وألجأ إلى قراءة الدراسات السابقة، قراءة البحوث، قراءة الدوريات، الرجوع إلى الكتب المرجعية. كل هذه تعطيني معرفة كاملة حول موضوع البحث. وللعلم هذه الأدبيات ليست فقط أنها تعطي معرفة كاملة، لكن ممكن أنها تسهم في تأديب سؤال البحث مرة أخرى، ممكن أنها تعطيك أسئلة تأملية جديدة. فجميل جدا يكون هناك لجوء لمثل هذه أو تفعيل أكبر لهذه الخطوة. سؤال أهل الاختصاص من الخبراء والمشرفين التربويين وزملاء التخصص أيضا مهم جدا، ويفيد في بحثي الإجرائي، راح يفيدون ويعطونك معلومات، راح ينبهونك على أمور، فهذه كلها تسهم في دعم البحث الإجرائي الذي تكون بإجراء الباحثة أو الباحث التربوي. التعلم حول الموضوع من خلال حضور مؤتمرات وورش ومحاضرات وندوات، ولذلك دائما نؤكد لجميع المعلمين والمعلمات ولجميع الزملاء في اي في القطاعات التعليميه، لابد من حضور مؤتمرات، لابد من حضور الورش والمحاضرات والندوات، سواء كان في مجال التخصص او مجالات تربويه اخرى. هذه كلها تدعم وتساعد في تكوين معرفه علميه كامله في مجال التخصص، وايضا لمن يرغب في اجراء البحوث الاجرائيه فإنها ستساهم كثيرا في هذا. الخطوة الثالثة والمهمة من خطوات إجراء البحث الإجرائي هي إعداد خطة تنفيذ الإجراءات. هذه يا إخواني يا أخواتي هي لب البحث الإجرائي، لب البحث الإجرائي. لابد أن أعمل هذه الخطوة بعناية شديدة، بعناية شديدة جدا، بمعنى أن أحرص على التصميم الدقيق للإجراءات التي سأتبعها في بحثي حتى أغير أو أحدث تغيير المنشود في هذا الشيء. طبعا تشمل أن يضع خطة والتخطيط، لأن البعض الزملاء والزميلات ذكروا أن التخطيط مهم في البحث الإجرائي، وهذا كلام سليم. جمع المعلومات في البيانات من التفق وطبيعة السؤال البحثي وموضوع الدراسة كما ذكرناها قبل قليل. هذه الخطوة يعني تساعدني في أن أخرج بجملة من الإجراءات التي سأنفذها، وبالتالي سأحصل منها على نتائج بحثية تساعد في حل مشكلتي البحثية. طبعا ممكن تأتي باحث يعني عندما ينتهي من خطة إجراءات البحث الإجرائي، وفي نقطة مهمة، جمع المعلومات والبيانات لها طرق عديدة سنتطرق إلى مثل هي عن طريق الاستبانات، عن طريق المقابلة، الملاحظة، السجلات الخاصية للطلاب، ممكن أيضا عن إحصاءات نستخرجها من نظام نور، ممكن أيضا عن طريق في هناك عدة طرق لجمع البيانات في البحث الإجرائي. عند الانتهاء من وضع خطة إجراءات البحث الإجرائي، الباحثة تتأمل أو الباحث يتأمل في خطته
التي وضعها، ويجيب على نفسه بمجموعة من الأسئلة. هل إجراءاتي مناسبة للتغلب على مشكلة البحث أو لإحداث التغيير في هذا البحث؟ لماذا أجمع البيانات؟ ما البيانات التي سأجمعها؟ كيف راح أجمعها؟ كيف راح أحللها؟ هذه كلها لابد أن تتضمنها خطة تنفيذ الإجراءات. شيء ضروري جدا، والتأمل في هذه المرحلة سيكون كثيرا وكبيرا، وسيخرج بأسئلة كثيرة. المهم في النهاية أن تحدد خطوة واضحة المنهج الذي ستتبعه. طبعا مجتمع البحثي، أو طبعا العينة إذا كان مجتمع البحثي كبيرا، ولكن غالب بحوث الجرائد تتم في فصول، فتكون هي الفصل هو نفسه مجتمع البحث ولا حاجة للعينة. ممكن بعد تحديد المنهج، تحديد العينة أو المجتمع، تحديد الأداة، أفكر في أتأمل كيف سأجمع هذه المعلومات، كيف سأحللها، أضع إجابات لهذه الأسئلة كلها بما يوازي ما هو بيكتب في فصول في البحوث الأكاديمية في الفصل الثالث. لا بد أن يكون على علم بكل الإجراءات اللي راح أتبعها، وكيف راح أكون بلجأ لاستخدام المنهج الشبه التجريبي. فلا بد أن أعرف، لابد أن أعمل اختبار قبلي للطالبات والمجموعتين التجريبية والضابطة، ومن ثم بعد الاختبار القبلي أخرج بجداول النتائج، نتائج في الاختبار القبلي، وأحتفظ بها، ثم أبدأ بتطبيق هذه الاستراتيجية أو تطبيق هذا البرنامج التدريبي أو تطبيق هذه هذا الإجراء اللي راح أعمله حتى أحسن من ممارسة معينة. بعد ما أطبقه على المجموعة التجريبية دون المجموعة الضابطة، سيكون هناك أيضا اختبار بعدي، وبعد الاختبار البعدي سأخرج مجموعة من النتائج. هذه الإجراءات كلها تكتب ولا بد أن تحدد. يعني في الغالب ما تأخذ وقت كبير، لكنها مهمة جدا، وهي توازي الفصل الثالث في البحوث الأكاديمية. بس لا بد من الدقة في الإجراءات حتى نخرج بدقة في النتائج. أنا أحاول أن أسرع من الليل وقتا وقتا يعني. الخطوة الرابعة تنفيذ الإجراءات وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها. تنفيذ الإجراءات، حددت المنهج، حددت الأدوات، حددت الطريقة اللي راح أعملها، حددت المجتمع البحث عندي، هذه الأمور وضحتها وحددتها وصممتها تصميم دقيقا. أتي لمرحلة أو الخطوة الرابعة اللي هي توازي الفصل الرابع عندنا في البحوث الأكاديمية، وهو تنفيذ الإجراءات وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها. هذه تتضمن أربع مهارات، وهي مهارة جمع البيانات للإجابة عن أسئلة البحث أو لفحص روبن. من هنا في هذه المهارة لابد أن أحرص على التنوع في أدوات جمع البيانات لدي. هل سأستخدم سبانة فقط؟ هل سأعمد إلى تنفيذ تجربة أو تطبيق استراتيجية معينة؟ كيف راح أطبقها؟ كيف راح أعملها؟ ما هي هل ستكون أدوات جمع البيانات لدي هي الملاحظة أو هي المقابلة؟ المهم أن يكون هناك لدي مهارة في هذه الناحية، ولا بد من الرجوع إلى الكتب. والكتب العلمية، كتب مناهج البحث العلمي التي تكلمت أو وضعت آليات عمل هذه أو أدوات جمع البيانات، اللي هي الاستبانة، كيف ممكن أعدها، ما هي شروطها، ما هي ضوابطها، كيف أقدر أنفذها، كيف أقدر أجعلها أكثر موضوعية. كذلك الحال في المقابلة، في الملاحظة، في أي نوع من أدواتي. ممكن ما تكون أدواتي هذه، ممكن تكون أدواتي مجرد اطلاع على نتائج طلابي، وفيهم لديهم بعض معين في إطار معين أو في محور معين، وأركز على هذا المحور، وأحاول أن أستخدم إما استراتيجية إما طريقة، أو إذا كانت مشكلة ممكن أستخدم مقاييس خاصة بمن يعمل في المجال النفسي. ممكن على حسب المشكلة أحدد أدواتي التي تتناسب مع على حسب المشكلة وعلى حسب المنهج الذي راح استخدمه في حل هذه المشكلة. تأتي مرحلتين من مهارة عرض البيانات. طبعا أنا جمعت البيانات وخرجت كم كبير من البيانات، هل أضع كل البيانات؟ لا، الافتراض أن يكون هناك عندي طريقة عرض واضحة ومميزة تشتمل على الأشياء الرئيسية والأشياء الأساسية، كعرض الجداول، نتائج مثلا الاختبار القبلي، نتائج الاختبار البعدي، نتائج مثلا الجداول اللي تأتي فيها تحليل الاستبانات، مثلا إذا كنت تستخدم الاستبانات، أو نتائج الملاحظة، أو نتائج المقابلة.
هذه لابد أن يكون لدي مهارة في طريقة عرضها وتعرض بطريقة علمية وبطريقة موضعية، وكما جاءت النتائج، كما جاءت النتائج بكل دقة حتى أستطيع بناء إجراءات على هذه النتائج. مهارة تحليل البيانات أن يوضح لماذا ضعف الطلاب في مثلا في الاختبار القبلي كان عندي طلاب ضعيفين في مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات، إيش الأسباب؟ يبدأ يحللها ويبدأ في هذه المرحلة للباحث أو الباحثة من أن تظهر شخصية الباحث، بمعنى تظهر شخصية الباحث، يوضح يحلل يقارن يؤكد يربط بدراسات سابقة، وهذه أيضا أكثر ما تكون في مرحلة في مهارة مرحلة التفسير واستخراج النتائج. لكن هنا تحليل البيانات بضع البيانات كما هي، كما خرجت نتائجها التحليلية إذا كانت تستخدم أساليب إحصائية، ثم ننتقل إلى المهارة الرابعة وهي مهارة التفسير واستخراج النتائج، يبدأ يفسر لماذا كانت هذه النتيجة ولماذا ظهرت هذه، لماذا كان هنا ضعف في هذا الجانب، ولماذا كان مثلا ظهرت نتائج طبق استبانة في الماء وخرجت من الاستبانة بأنه في تأكيد من جميع المستهدفين بهذه الاستبانة على جانب معين، لماذا كان هذا الأمر، ويبدأ يربط دراسات سابقة ويبدأ يوضح أيضا خبرته العلمية والعملية في هذا المجال ويوضح ماذا كانت هذه النتيجة. هذا يكون طبعا هذه المهارات الأربع تأتي في الخطوة الرابعة اللي هي من مرحلة تنفيذ الإجراءات وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها. عذرا. طيب بعد ما خلص من هذه المهارة، هي من أهم المهارات، يجب العناية بها ويجب الاقتراء بها، ولكنها تتم بصورة مبسطة وسهلة وميسرة، وأكثر ما يوضح هذه الأمور هو اللجوء لقراءة أبحاث إجرائية سابقة حتى تتضح الصورة لديكم. عندي الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات إعداد البحث الإجرائي اللي هي كتابة تقرير البحث الإجرائي. نقول هنا أؤكد لكم على أمر مهم، أنه البحث الإجرائي، تقرير البحث الإجرائي كما هو الحال في نماذج خطوات البحث الإجرائي هو نفس الحال في تقرير البحث الإجرائي. هناك تنوع، هناك تعدد، هناك من يلجأ إلى الكتابة النصية الإنشائية، هناك من يكتب بالطريقة العلمية المتعارف عليها، ولكن للتوضيح الأمر وتبسيطه أمامكم، هذه هي الهيكلة المقترحة لكتابة تقرير البحث الإجرائي. متى ما تم ما احتوى بحثك الإجرائي أو بحثك الإجرائي على هذه النقاط فهو بإذن الله بحث إجرائي إذا جيد، إذا ما توافرت فيه معايير وشروط البحث الإجرائي الجيد. أولاً لابد أن تكتب في الصفحة الأولى من البحث الإجرائي، لابد أن تتناول عنوان البحث، بيانات الباحث وجهة العمل، وهذه ضرورية في جميع الأبحاث. لابد أن تتضمن صفحة الغلاف هذه الموضوعات، هذا في كتابة تقرير البحث الإجرائي. ثم يليها بدأت تكون هناك عندنا اللي هو ما يوازي الفصل الأول من الفصول من البحوث العلمية الأكاديمية، وهي صياغة مشكلة موضوع البحث، اللي هو مثلا التمهيد لمشكلة البحث، ثم أسئلة البحث أو مشكلة البحث وتأتي أسئلة البحث ضمنها، ثم ينتقل إلى أهداف البحث وأهمية البحث، أهمية البحث الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية. بعد أن ذكر هناك ترقيات لابد أن يكتبها بعد سؤال البحثي، ثم يبين حدود البحث الزمانية والمكانية وحدود البحث الموضوعية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللي هي مصطلحات البحث، ويركز في مصطلحات البحث على أن يكون المصطلحات المضمونة التي قد تشكل على أي قارئ آخر غير متخصص، فلابد أن يوضح هذه الأمور. هذه تتفاجي مع الفصل الأول في الدراسات أو في الأبحاث العلمية الأخرى، لكن لابد منها. ثم يأتي مرحلة التفريط، غالبا الأبحاث الإجرائية تكون صفحات، يعني ممكن تكون 30 صفحة، ممكن تكون 15 صفحة، على حسب المشكلة البحثية، على حسب السؤال البحثي، ممكن تكون أكثر، تكون بسيطة. يبدأ يكتب أدبيات الدراسة أو ما يسمى الإطار النظري أو المفاهيم في البحوث الأكاديمية والدراسات السابقة. يحرص في هذه النقطتين على أن يكتب الأدبيات المباشرة والمتعلقة بموضوع بحثه،
الدراسات السابقة أيضا نفس الشيء، يستعين بالدراسات الحديثة من 5 سنوات فأحدث عما ما كان قبلها. يعني لدى بعض الباحثين أو أساتذة المنهجية أنهم منهج البحث يرون أنه لا يلجأ لها للدراسات القديمة، وإنما من 5 سنوات فما دون، وتكون ذات ارتباط مباشر بموضوع البحث أو بجانب من جوانب البحث. طبعا هذه كل هذا الكلام اللي ذكرته الآن يحتاج كل جزئية منها إلى دورة كاملة، ولكن أنا أذكره بشكل على عجالة حتى أتيح المجال لكم لتخيل الأوضاع. بعدين إجراءات الدراسة كما ذكرنا قبل قليل متضمن المنهج المطبق، إجابات الأسئلة والفروض اللي هو وضعها الباحث، جداول توضح الموضوع أو تتضمن تحليل البيانات اللي جمعها، وهكذا الحال. يوازي الفصل الثالث في البحوث الأخرى. نتائج الدراسة موثقة بالشواهد، ويعلق، وهنا تظهر خبرة الباحث وخبرته الشخصية تظهر، أو شخصية الباحث أيضا تظهر هنا، بحيث أنه يربط بين نتائجه ونتائج أخرى في دراسات سابقة، يقترح أمور ويقترح عدد من التوصيات بعد ما أن يشرح نتائج هذه الدراسة ونوضحها موثقة بالشواهد والأدلة، سواء كانت الإحصاءات سواء كانت نتائج مثلا اذا كان استخدم الاستبانه، مثلا اذا كانت نتائج الاستبانه هذه يبدا يعلق عليها ويشرحها، ولماذا جاءت كذا، وهذا يتفق مع كذا، وهذا يؤكد دراسه كذا، وهذه الامور يتناولها بالتفصيل. ثم ينتقل بعد ان ينهي هذا او ما يوازي الفصل الرابع اللي هو نتائج الدراسه، ينتقل الى مرحله المقترحات والتوصيات، فيقترح مقترحات، يختم بحثه بأن يقدم مجموعة من التوصيات. لابد أن تكون في يعني تكون صيغة إجرائية، توصيات إجرائية، لأن ممكن أن تنفذ وأن تساعد. ثم يبدأ في اقتراح ما يراه مفيدا لتنفيذ هذه أو مفيدا، ما يقترحه من مقترحات قد تفيد باحثين آخرين، أو قد تكون دراسات أخرى ينصح به، أو مواضيع أو جوانب أخرى ينصح بالبحث فيها. هي كلام اقترحها لكتابة البحث الإجرائي. أتمنى أنها تكون واضحة، وكما قلت لكم هي تأخذ وقت كبير. وفقكم الله جميعا، وأشكر لكم استماعكم، وأسأل الله لكم التوفيق، أسأل الله لكم النفع والفائدة.